اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن السنه اللي فاتت 2020 ومع ظهور البرنامج انتشر فجاه كده اسئله تخص سيدنا الامام من ناحيه حياته الاجتماعيه، متجوز مش متجوز، خاطب مش خاطب، عنده اولاد ما عندوش اولاد، طب متجوز كام واحده، طب لو هتجوز اتجوز امتى. ده غير بقى انتشار كم من الزوجات والخطيبات والحبيبات والعاشقات من خلال السوشيال ميديا، يعني سواء اللي بيدعوا ان هم زوجاته او خطيباته او حبيباته او ما الى ذلك يعني، ومنهم كمان اللي يعني بدأوا يكتبوا في حضرته الشعر. عشان نرد على الأسئلة دي وعشان نجيب القول الفصل فيها، هل هو حضرته متزوج الآن ولا لسه، خاطب ولا لسه، عنده أولاد ولا لأ، هيتجوز طيب بعد البيعة ولا لأ، هيخطب بعد البيعة ولا لأ، هنعرف كل الكلام ده النهاردة من دكتور محمد ويجاوبنا بالتفصيل إن شاء الله. بس خلينا الأول نرحب بيه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. أخبار حالك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرت سيدنا الإمام متزوج أم خاطب أم أعزب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد، يا حبيب الله، يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. لما بدوس على القاف شوية دي بنسميها حروف قطب جد، اللي هي القلقلة في القرآن، اللي عارف أحكام التجويد. نعم. ما فيش مهدي في دول على فكرة عارف أحكام التجويد، لما نعم. تسمعهم على القرآن هتضحك يعني. وكلهم متجوزين، واللي مجوز، واللي متجوز 7-8، واللي متجوز 60 و70، واللي متجوز نعم. كل واحد في بلد، واللي عياله مش عارف من هنا ومن هنا، وفي اللي مش عارف عدد عياله، وفي اللي مخبي على حاجات تضحك. لا بس في منهم عزاب برضه، مش من هنا يعني. في منهم عزاب، دول اللي هم مش لاقيين بقى، اللي هم ما لهمش تمويل. الله عليك. التانيين بقى اللي معاهم التمويل لا يعني. او يمكن كارهين الجواز؟ ممكن ممكن، وارد جدا. وارد وارد. يعني فيهم عنينين طبعا يعني، وفي اشكال باينه يعني، بالذات اللي بيلمعوا نفسهم او عاملين نفسهم دول ذكوره يعني. شوف، في امر الواحد بيندهش له وفي نفس الان قلبه بينشرح له من زاويه ما. اللي بنشرح له اللي هو الاهتمام الكبير اللي بدا وزاد في الاونه الاخيره عن ذي قبل. كان في طبعا نعم. قبلنا اهتمامات يعني، ولكن ما كانش بالكثافة الرهيبة اللي حصل حاليا. نعم. فده معناه ان ذكر الامام يدخل كل بيت. نعم. ودي من العلامات. وفي نفس الان يقوم فريق ينكر، يعني يقول لا مهدي. نعم. ودي موجودة ودي موجودة. وفي نفس الان يقوم فريق يدعيها. نعم. وهم كثر. نعم حضرتك. فكل دي من العلامات، ولكن ان توصل الامور ان ناس تتحدث عن حضرة الامام سلام الله عليه بصيغة كما لو كانوا مخترقين بيته. نعم. يعني احنا المحنا في السابق ان كل اجهزة المخابرات الدولية اللي ماسكه الملف ده للضد طبعا وبتحاول هدمه او تشويهه أو الوصول إلى حضرته كلها لا تستطيع أن تتحرك قيد أنملة في هذا الملف تحرك سليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلسمه. نعم. في دائرة الحفظ، حفظ الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، قصة خلصانة بالحفظ. طيب نيجي بقى للمسألة الشخصية. انا قرات طبعا حاجات جميله يعني. نعم. في زوجات مجوزين نفسهم لي وخطيبات وخطيبات، وفي اللي تقول لك لا انا ساره وانا زوجته، في وفاء وزوجته، في سلطانه وزوجته. نعم. في مين تاني، اسامي كتيره بصراحه يعني. نعم. يعني طب هل حضرتك شايف ده حسن ظن وامل ولا ده شيء مخطط؟ والله الاثنين موجودين يعني، في اللي هو بيفتن
وفي منهم الجميلات. يعني انا شفت قصائد، يعني ايه، شفت التحرش يعني نعم بحضرة نعم الامام، يعني ايه نعم مبكر. هو طبعا هو جميل، انما طبعا ايمانه هو سر جماله، يعني نعم الايمان، الايمان التام هو سر جماله. هل تقصد الآنسة اللي عاملة أبيات الشعر في حضرتك؟ يا لطيفة وكل حاجة، فعايش على الأمل ده، ما نعم أظنش حد زائقها، لكن في اللي مزقوق طبعا. يا فارس أحلام اللي يحب وعيونك الدنيا تدب، أنت الصديق وأنت المحب وباثنين تانيتك، أمنيتي صارت شوقتك، سامحني طالت غيبتك، مو معترض يرضى ربك مو سهله يا حبيتك. لازم برضه للتشويش والتشويه، وبعدين ياخدوا الناس في سكه معينه، يعني نعم واخد حضرتك. في بقى اللي يقعدوا يقولوا احنا شفنا رؤيا وان هو زوجته كذا واولاده كذا، وناس تانية تقول لك ايه 95 رؤيا، عاملين يظهر مواقع وحاجات، انت عارف بتجيلي يعني التقارير، كمان مش فاضي الكلام ده. 95 رؤيا في ان الامام سره في اسم زوجته. فحضرتك ازاي يعني، يعني ما اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ما كانش في اسم زوجه من زوجاته، طب يعني سره ليس في زوجه من في زوجاته. واحدة مسمية نفسها العنقاء مستغلة هذا اللفظ من كلام محي الدين بن عربي رضي الله عنه، عنقاء مغرب، هي اسمها نعم عنقاء مغرب مش مغرب، عشان ناس كثيره بتقراها خطا. نعم بس هي اعتقد هي في المغرب هذه ما هي بياخدوها كده، الناس بتقراها عنقاء مغرب، لا هي عنقاء مغرب. ما المعنى بقى؟ هو في غربته اللي هي بتاعت النفس وعادت إليه مع الله، والعنقاء يعني هنا نفسه بدون الله سبحانه وتعالى هو مش عايزها. نعم يعني بص حول حضرتك، حظ الشيطان دائما في النفس. نعم هل نقدر نقول إن الإمام المهدي النفس أخذت، واللي هو يعني بدون نفس؟ يعني ما يعني مش النفس الكائن موجود، انما النفس هذه كأي نفس اخرى؟ لا، نعم بيسميها يعني ايه، ماتت نفسه، امات نفسه. نعم وكان مثلا حد شيوخي كده من الحبايب كان يقول ايه ربنا ياخدك، فاللي حواليا يزعلوا وانا اضحك، واحنا فاهمين هو فاهم انا ياخدك بقول الى ايه، معيته يعني. فياخدك لنفسه، نعم ياخذ نفسك لنفسه. نعم فنفسك هنا مش التوحد اللي هو الحلول والاتحاد زي ما البعض بيتصور، لا خلاص بتمحى النفس، طب انا في روايه سمعتها، بيصبح املك هو رضا الله سبحانه وتعالى، بتعيش الرضا بقى. نعم طب في روايه سمعتها وانا طفل صغير من احد المنتسبين الى الطرق الصوفيه، يعني وهو مش شيخ لكن هو مريد يعني، والله اعلم بصحتها، فانا واول مره هقولها يعني لحد، جميل، ان سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه ظل يدعي الله بان يظهر له نفسه يشوفها يعني، فلما شافها على هيئه بعوضه فقتلها. طيب هل ده صحيح؟ ايوه سليم، نعم. هو بنسميه المثال، مش معناه ان هي النفس ماتت يعني ماتت، نعم لان هو النفس لو ماتت اللي هو الموت، كل نفس ذائقه الموت. نعم واخد حضرتك، الموت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قصده معناه قلنا تفكيك عناصر الجسم، نعم. الروح تعود الى المحل الاقدس، لا بتعذب ولا لها شأن بهذا، تمام، لا تخطئ بالمطلق. والنفس هو انت كائن نوراني ناري بتلبس جسد اثيري، نعم. وتبص على جسدك الطيني، نعم. تبقى حضرتك، فهو ده الموت اللي هو التفكيك، نعم. انما هي عايشه يعني نفسها بتدخل برزخ، ما هي عايشه، نعم. وبيقع عليها الثواب او العقاب، نعم. لكن ده بنسميه المثال، اللي هو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوري له انه سيطر على نفسه، يعني اصبحت في القبضه، نعم. خلاص دخلتها في القفص بتاع قبضه الروح، الروح نعم. اصبحت هي المهيمنه، نعم. هو الانسان بيبدا يعصي ويغلط ويعمل ايه طول ما النفس منتفخه ومنتفشه ومزخرفه، واخد حضرتك نفسها، نعم. فالروح بتحس ان هي ايه بتركن يعني، ملهاش مكان، لا يعني يعني بتركن بتنزوي، يعني بتركن، لكن بتفضل زي الضمير بقى، هي الضمير نفسه، ان اعقل ارجع كده غلط كده عيب ما يصحش يا ابني، الله يهديك ايه هدي نفسك هدينا يعني ايه حضرتك، حوار النفس مع الروح نعم قائم دايما. ف
فاللي شاطر دايما يقول لك ايه، امت نفسك قبل ان تموت النفس. نعم. يعني موتها من دلوقتي. نعم. شهواتها، غرائزها الى اخره، حب الدنيا، عشق الدنيا، وهي تواقه للدنيا، تحب الدنيا جدا. نعم. يعني مياله للجسد، ده رغم لها وجه تنظر الى الروح وانوارها. ده موجود عند الجميع، حتى اعصى العصاة، اتقى الطغاة، عنده حته كده. يعني مش لين في وفاته سمعوه بيقول يا الله، يعني في ضمير وواجه القوة الحقيقية. طب قبل ما نكمل مع سيدنا الإمام وحياته الاجتماعية، هل فعلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق النفس وضعها على كفه وسألها من أنت ومن أنا، فقالت له أنا أنت أنت وأنا كلها أنا. كلها بنسميه عالم المثال. نعم. لا يعني القصة دي كف ربنا سبحانه وتعالى. بص، هو طبعا هو ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله، يعني التنزيه. نعم. بس هو المقصود يعني يعني عشان نختصر، عشان دي بيقع فيها حتى شيوخ ونخاز، زي ما يقول لك مثلا ايه، الله سبحانه وتعالى في صفاته كذا على ايه، وفق الله يعني، او ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والكلمه ما يعني ايه ما يليق؟ بقول على مراد الله. نعم. على مراد الله، حقيقه مراد الله. نعم. مش ما يليق، انت ما تعرفش اصلا اللي يليق. صحيح. امر حضرتك فتقول حقيقه مراد الله ايه من القصه. نعم. فكلها امثال، واخر حاجه ان النفس عندها حته العتو شويه، فقالت له انا انا يعني. انت انت وانا انا يعني، تهدي بقى ما في الظلمات. فهي امثال جميله بتوري لك ان النفس عندها يعني التطلع للانتفاخ. لا للانتفاخ والانتفاش. نعم. ما هي دي اللي ودت ابليس في داهيه، انا خير من انا. نعم. الانا بتاعته ما تنفعش وانت امام الله. صحيح. هو لما حد بتقول لي مره ان ربنا سبحانه وتعالى شيء، قلت لك حاشا لله، ربنا نعم. سبحانه وتعالى لا، ما هو نهى القصه، الله خالق كل شيء. نعم. فاي شيء هو ما عدا الله، خير حاجه، انما الله خالق كل شيء. نعم. وهو على كل شيء وكيل. نعم. تمام. ولما حاج بنقول ليس كمثله شيء، كمثلي، قلت لك ان هنا قال كمثله هي. نعم. هي على فكره هنا ضمير، انما في الحقيقه هي اسم، اسم يعني. حتى في جلجلوتيه سيدنا الامام علي ما بقول لك بهي جلا همي بهل بهلاله، اخبر حضرتك. نعم. احد الاسماء. طب بالنسبه بس سؤال، ليس كهي، هي اسم. نعم. وموجوده في كل اللغات، حتى في الاغاني الرومانسيه جدا. نعم. اخبر حضرتك يقول لك هي. نعم. اللي هي زي هاي. ياه، انت بتشوف شيء يدهشك وتقول ياه. ياه. نعم. البعض يقول لك ده اسم سورياني، لا هو اسم العوالم الروح. ياه. اي. اي. نعم. خبر حضرتك. اللي بيخدش ولا بيتعامل يقول لك نعم. هو ذاكر لله سبحانه وتعالى. نعم. ذاك اجدادنا زمان كان يقول لك الحاجات حتى كانوا بيسموها حلوه، يعني بعض الفندام كان يسموه ارواح. فهك البونبوني كان يسموه كراميلا. نعم. كرم الله. نعم. كرم الله. الحاجات دي راحت دلوقتي. صحيح. صحيح. بيسموها ليها اسمائها بقى السوقيه. ما اعرفش. التجاريه. نعم. طب بالنسبه للصلاه الجلجلوتيه، في دي مش صلاه، دي اسماء اصلا، هي قصيده للامام علي. منتشر على اليوتيوب ناس بتتلوها يعني. اخطر شيء. اخطر شيء. اول حاجه انا حذرت من استخدام اليوتيوب في تتبع ناس ما انتش عارف هم مين. نعم. او ادعياء المشيخه او ادعياء العلم دون ان تثبت انت اسمك ايه، بتشتغل ايه، دراستك ايه، علمائك ايه، شيوخك مين. نمره اتنين، النطق الواحد الخطا حضرتك بيغير المعاني، يعني ممكن تنطق اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى خطا من هذه الاسماء، يجي لك شيطان، ما يجيلكش ملاك. نعم. فايه اللي دخلك فيها يعني ايه؟ وبعدين طب ما احنا قلنا طب ما تقرا القران بلسان عربي مبين. انت عربي، ما تقراه عربي واضح وما عندكش مشاكل. هي الناس يعني خدتها انما من هنا باب الرقية. ده احد علوم الامام علي. لا طب ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم نبه اقوى رقيه، مش قالها للصحابي وما ادراك انه رقيه، لما قال رقيت اللذيذ بالفاتحه. نعم. ولما جم يقسموا له اجر سيدنا النبي قال ايه؟ واقسم لي معك، عشان يدي الاباحه. نعم. تمام. فاذا هنا اقوى 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 رقيه في الوجود هي الفاتحة، لكن دي في أحد أطراف سيدنا الإمام علي عشان التعامل مع الروحانيات وعوالم الجن، ما طفق بير كان مولع نار حضرتك، فدي أسامي لها سطوات. فالخطأ
يعني احد العلماء التقال يعني، بس بسم الله ما شاء الله كان عارف القصيدة الحقيقية ألف بيت. ما شاء القصيدة الله. الحقيقية ألف بيت نعم. بالأسماء، وكان يضبط لي الأسامي وكلام من ده، بس للعلم، لأن علم متعة. نعم. لكن عشان أقول لأ، يعني ممكن أقول حاجة بس لازم شيخي يديني فيها إذن، أكون عارف وعارف الأسامي معانيها، إنما إن أنا أخبط خبط عشواء أو على اليوتيوب وأقول دي رقية ومن أدراك أنها رقية. لكن سيدنا النبي هنا بيثبت لما بيقول له من أدراك، بيضحك، يعني انها رقيه واقسم لي معاك. نعم فاذا الفاتحه، فاين الناس من الفاتحه صحيح. حضرتك؟ وكان سيدنا عمر بيرقي بالفاتحة. نعم نعم فهي هنا دي اسماء لله سبحانه وتعالى، نعم هين هلم حضرتك، فدي اسامي كل اسم له مدار فلكي وعوالمه. ما ينفعش تاخذ هذا العلم الخاص الا على عالم، مش طب واحد على اليوتيوب. جلجلوت يعني ايه؟ الجبروت القوة، يعمل الجلال. ما هي من عوالم، هي القصيدة أصلا جلالية نعم وفيها قسم جمالي. لا كواكب أنوار تكوكب كوكبي بنور كواكب، أنت كوكبة وكوكب سعد في السعود مكوكب بكوكب بدر في السعود، قد علت هلال يفوق البدر عند كماله وشمس تفوق البدر تكاملت. نعم الإمام علي بقى، نعم نعم ودي يعني باب، ها، من الألف باب اللي خدهم من سيدنا النبي صلى الله عليه نعم وآله وسلم. نعم حضرتك ليه سيدنا الإمام علي ليه كان سيف ذو الفقار بحدين؟ ما هو واحد لعالم الخفاء وواحد للظهر، نعم برغم ان هو السيوف الصعبة، يعني نعم السيوف الصعبة. فطبعا دي مقامات حضرتك، وطبعا الإمام المهدي عارفها، دي يعني كوب ماء عصير عنده يعني. نعم. طب هل حضرتك بقى متزوج ولا خاطب؟ نيجي بقى للمسائل بقى قبل الخطبة. البيعة وقبل الإصلاح، متزوج؟ بص حضرتك، ما ينفعش يخرج الإمام المهدي سلام الله على حضرته لهذا الحمل الجبروت الثقيل إلا وهو متفرغ له. نعم. يعني هو أصلا في خلوته وحضرتك وفي مراقي النفس ومعارج الروح، فأن الزوج في هذا التوقيت. لكن يعني ممكن نبقى نشوف الحكاية دي، نعم ممكن يكون خاطب. لا ما احنا عايزين نريح الناس. طب ومالهم ومال شخصيته؟ يعني عفوا ليه يعني أنا مستعجب على الأمة دي اللي بيحب تحب تحط أنفها في كل لا شيء. ما هو برضه هو اللي بيحب انسان بيحب يعرف كل حاجه ما عنه. ماشي نحب، بس في خصوصيات. ماشي، هو معلومه المتزوج او غير متزوج او أنت خاطب. بتفكرني بناس كده مرة خططوا، خد بالك، يعني حد كبير في بلد ما، نعم، فقعدوا يخططوا عايزين يعرفوا يعني، طب زوجته، طب البيت بتاع، فزقوا عليهم اتنين، يعني خلوا اتنين يصاحبوا المدام، يعني نعم عايزين يعرفوا يعني، طب ليه يعني؟ يعني انتوا مالكوا يعني؟ يعني دي مسألة مغلقة. لما حضرته يخرج تمام، يعني أنا شايف إن هتبقى أحد المشاكل العظمى لكثير من الفتيات، كلهم عايزين يتجوزوا. نعم اصلا لما بتشوف حضرتك نساء تقرا في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، تقريبا يعني لو الامه 2 مليار تقريبا في مليار واحده لما بتقرا في السير تقول لك لا انا هتجوزه في الاخر. يعني نعم طب جوزك يا ست اللي كان، لا لا لا، جوزي مين؟ هتجوز سيدنا محمد. نعم طبعا حضرتك، نعم. فطبعا مشكله يعني. نعم. فهو حضرته اعتقد انه بيواجه هذه المشكله من الان، يعني هتتخطب يعني هتتخطب، يعني هو مش حقيقي متزوج قبل البيعة. بنسبة كبيرة. طيب عشان كده أحبابنا شيعة آل البيت لما بيتكلموا عن سيدنا محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، وأنا قلت طبعا هو موجود بس له دور غيبي، نعم، بيقعوا في الورطة دي. طب تزوج، وطبعا في ناس وقعت إن في روايات لا ده ليه زوجة ليه أولاد، لا بس الزوجات ما يقدروش يعيشوا سنه، فاللي بتموت بيتجوز غيرها. يا سلام والنبي. يعني القصة الحرج ليه؟ قلنا من قبل دي مفاجأة الله. نعم. فما دام ربنا سبحانه وتعالى عمل دائرة الحفظ والكتمان، عشان كده بنسميه سر الكتم، ده سر مكتوم، نعم، سر أعظم حقيقي، وده مش كلامي أو كلام حتى العارفين بالله الكبار جدا، لا ده
نفس احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي لما يقولك يسميه جبريل. طب ما هو لو اسمه محمد ابن عبد الله ايه لازمه الحديث ده؟ نعم. يقولك لا يعني هينطق اسمه. يا سلام حضرتك، يعني انت بتأول كمان. لا طبعا الامام علي يسميه جبريل دي تحتمل معنى كبير خطير. يعني هو المعنى واضح جدا ان هو اللي هينطق اسمه الحقيقي، معنى ان الاسم نفسه طلسم ملغز في طي الكتمان. والامام علي قالها صريحه ان حبيبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استحفظني هذا السر وهو مستودع في غيب الله. نعم. كان الامام علي سلام الله عليه ما هو باب مدينه العلم. نعم. فامين هو الباب. طيب في بعض الاجتهادات في الاسم، احنا هنرجع تاني برضو للجواز عشان في سؤال. اه طبعا ما بس في بعض الاجتهادات في الاسم يعني لسه فيها قصه. هقولها لحضرتك الاجتهادات وطريقه تقول لي هل في قريب ولا بعيد. ده في ايه؟ في اجتهادات الاسم. اه اتفضل. هادي قاسم. انا اخدهم واحده واحده، ما تيجي انا ارد. اصل انت هتعمل لي مجموعه افرض واحد فيهم لا، ما هنقول المجموعه وهنقول اذا كان فيهم فهنقول طيب. لا يبقى لا. طيب مش هنناقش اسم اسم يعني. ماشي توكل. هم اربع اسماء كل الحكايه. حاضر. شوف انا مطيع ربنا يبارك في حضرتك. هادي قاسم حماد حمدان. دي الاجتهادات اللي جت بس ولا اسم. طيب تمام. بس عادش بقى يجتهد تاني فيها كده. هقول لحضرتك حاجه تريح العقلاء. نعم. حضرته لغايه البيعه هيجتمع له في خلال فتره وكذب المؤقتون لا اوقت. نعم. لكن انا بتكلم بعلم، قلنا هنحط زائد وناقص. المسافة مش هتطول على البشرية، ربنا سبحانه وتعالى أحل، لأن العام 21 هيبقى الأحداث كتيرة بس. نعم. لكن إن شاء الله يبقى فيه ثبات وهنقول للناس يواجهوا الحاجات دي إزاي إن شاء الله. عدد البشرية لو اعتبرناه 9 مليار بني آدم، وأنا بكلم حضرتك الآن والله على ما أقوله شهيد وبتكلم بعلم، مش مهم بقى العلم ده اتكشف إزاي. 9 بس اللي يعرفوه. 9 فقط اللي يعرفوه. نعم. 9 فقط يعني 1 في المليار. طيب لما يأتي ليلة الإصلاح والبيع اللي هي صباحها احنا نعم. قلنا وانفردنا بهذا عشان الناس تطمن، مفيش مسافة زمنية بين ليلة الإصلاح وبين الخروج. طيب التسعة دول من رجاله 313؟ قطعا. طيب ما احنا بنقول يعني الفترة دي لغاية اليوم الخروج يبقى كمل 313. يعرفوه بتواصل ولا بدون؟ يعني ازاي هيعرفوه بدون تواصل يعني؟ يعني لازم. لا ما هو ممكن يكونوا عارفينه بس مش فيش تواصل. انت هتعمل لي زي يقول لك الشيوخ اللي هيبقوا يروحوا المحاصرينه في الحرم. لا انا ما قلتش كده. لا ده يعني في روايات واحاديث نسبوها لسيدنا بعضهم مثلا عالم من هو؟ عالم يروح هيستنى ان شاء الله ويشوف الطله الكريمه والمباركه اللي هو يحاصره ويقول له السبعه والسبعه هم اللي هيعلموه. هم اللي هيعلمون. لا طبعا لا طبعا يعني بس انا بتكلم على التسعه اللي بس كتير على فكره على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. التسعه اللي ذكرتهم دلوقتي دول هل يعني في تواصل كلهم متواصلين معاه ولا بعضهم متواصل؟ مستحيل حضرتك ان هو حضرته مش هيتواصل مع رجاله بشكل ما. نعم. ولا حد هيعرف يلتقط هذا التواصل. نعم. يعني افرض عايز يتكلم مع حد او يكاشفه او يصارحه، طب ما هو كل الدنيا على الهوا، كل العالم على فكره مسموع وما نعم. مش هيعرف. نعم. مش هيعرف صدقني. طب هو اللي مش هيعرفه ولا هيقدروا ولا يملكوا ولا عندهم التكنيك ده. بقوا نشوف كل شيء، انا بقول لك كل شيء على الهوا. الناس نعم. كلها تقريبا متشافه وكل الناس مسموعه. مش هيعرف. نعم. مش طيب. هيعرفوا هو يعني حضرته اللي بيبدا الاول ده بنسبه يعني 100% لسبب لان هو صاحب الفضل. هو هنقربها ماشي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بص هجيبها لك من القرآن، قل بفضل الله وبرحمته نعم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. لو الفضل هو الرحمة ما كانش جاب الباء والباء. نعم. نعم نعم. هنا لأن قلت حك المرتبة الإمامة بعيدا عن النبوة والرسالة مرتبة خاصة. نعم.
يعني سيدنا إبراهيم سلام الله على حضرته لما بعد هو رسول نبي أخذ الإمامة، من نعم. يجعلك الناس إمام. فربنا سبحانه وتعالى لأن هذه المرتبة الخاصة بدأ بها، قل بفضل الله وبرحمته، معروف الرحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ولو أن هذه هي تلك ما كانش جاب باء وباء، ما هو ده الله اللي بيتكلم، المتكلم الأول اللي هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان. نعم، ما فيش لسان بينطق بدون المدد الإلهي، وإلا الألسنة تخرس. صحيح. وهو يوم الدين كله يعني نعم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وكله جلال. فتخيل المتكلم الأول اللي وهب الخلق كلهم الكلام، حتى الطير اللي بيصوصو والبطه اللي بتبطبط، الوزه اللي بتوزوز، الاسد اللي بيأسد، كل ده فيضه وتجلي، يعني حاجه كده من القدره الالهيه. نعم حضرتك. فهنا الفضل اتى للامام. نعم، الامام هو الفضل، فالامام حيتفضل على رجاله، مش رجاله اللي يتفضلوا عليه. نعم، حضرتك اسمعنا ان انا اجي احصر واقول له لا بقى والله هو انت، فحكى ده انا المتفضل، انا عرفت شخصيته. فهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالايه دي حضرتك في يونس عليه السلام، والتناسب في يونس جبار. سيدنا يونس اتحط في بطن حوت، يعني في بطن حوت. طيب. فنعتبر ان الامام مستخبي في بطن حوت. طب هو سيدنا يونس كان بيتنفس ازاي يعني؟ في بطن الحوت؟ زي طب الحوت ده كان ذكر ولا انتهي؟ ده موضوع كبير. لا ازاي؟ ما لا تكشف بس. عليه عند دكتور اي بتاع اي بتاع امراض ذكور وايه؟ منه سونار. طب هو لا كان ذكر. كان ذكر. القران اللي قال مسمى. نعم. اللي خلقه وقال انه عايش. نعم. ما هو ده من حبايب سيدنا الامام المهدي. نعم. غواصه. غواصة عملاقة. لا غواصة لها سرها عند الله. نعم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ على فكرة الأسئلة دي بقى كنت أنا وجنى عمرو مصر كنا بنعمل تيم قدام والدها وابني في القصة دي. نعم. دكتور محمد حبيبي أخويا عمي كابتني، انا انت عارف طبعا ان انا متابع البرنامج، انا مش هقول ان انا متابع البرنامج ده، انا يعني بستنى الحلقات تنزل بفارغ الصبر يعني. بس بصراحه برنامج جميل جدا، انا احب اشكر استاذ محمد ابراهيم، هو برضه اسمه محمد عيسى ابراهيم، ايه ده اسمه جميل قوي على فكره، خدش بالك انت يا دكتور الموضوع ده؟ بس عامه انا ببعت رساله دي عشان اشكره على المجهود الجبار اللي هو عامله، بصراحة مجهود يعني هايل هايل هايل، وعمل لنا 3 أجزاء بالصلاة على النبي، يعني حاجة جميلة جدا يعني. وجانا معايا على فكرة تحب تشكرك برضو يا دكتور، تحب تشكر الأستاذ محمد، مش هنشكرك انت طبعا لان احنا عارفين، احنا انت اصلا لازم تحكي لنا الحاجات دي وحكيتها لنا قبل كده يعني، فهي عايزة تشكر الأستاذ محمد برضو على البرنامج الجميل ده. ساعتك كام دلوقت؟ انت وتحس انك سايب بني ادم في البيت لوحدها؟ ولا انا الجارية اللي اشتريتها؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ مفيش مسؤولية خالص؟ ايه ده؟ انت ازاي تكلميني بالطريقة ديت؟ وبعدين ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه اللي فوق شعرك ده؟ بوكلي. يعني ايه بوكلي؟ على فكرة دي حاجات ستات وانت ما يصحش تتكلم فيها. هي مش مامي قالت لك وانت وعدتها انك هتخرجني؟ ايوه صح، بس انا ما تقولش حاجة، مش عاوزة مبربروت. مبربروت؟ تعشى وروح نام، والصباح رباح والنهار لعنين. ايه اللي الصباح رباح والنهار له؟ ايه الحركات دي؟ البنت دي حقيقية ولا طالعة لي من فيلم كرتون؟ امسك. ايه ده؟ عقابا ليك النهاردة هتنام برا على الكنبة ومن غير تصبح على خير. ازاي حضرتك يا دكتور، اخبارك ايه؟ بجد وحشتنا قوي 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 قوي، يعني مش عارفه اقول لك، انا لسه فاكره لحد دلوقتي القعدات الفوازير اللي احنا كنا بنقعد نعملها، وان احنا كسبناكوا طبعا. يا بابا كسبتوا مين؟ كسبتوا مين؟ لا كسبناكوا طبعا. لا ما كسبتناش طبعا. بص بيقول ايه
دكتور انت انتوا كنتوا بتتغلبوا يا دكتور، اعترف يا دكتور اعترف. لا انتوا اعترفوا انتوا بس الاول. الدكتور بيقول 37 مره اه ورا بعض. هو بلال كان نايم اصلا، طب نعمل ايه؟ طيب المهم بس البرنامج فعلا رهيب والمعلومات كتير قوي، ويعني معلومات يعني تنفعنا جامد الصراحه. انا بحب البرنامج وبتفرج عليه مع بابا طبعا، وشكرا جدا على المجهود اللي انتوا عاملينه يعني. ميرسي. مصر وحشتك؟ اه طبعا مصر وحشتني جدا، مصر وحشتني قوي. قريبا ان شاء الله ننزل نقعد مع الدكتور ونجيب محمد ابراهيم برضو نلعب معاه بقى ونغلبه المره دي يا دكتور. ابقى انا وانت وجنى، وانا وهو وانت وجنى، ماشي؟ وهنغلبه، هنغلبه يعني ان شاء الله. ايه ده هنغلبه ايه؟ لا هنغلبكوا. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يسدد خطاك يا دكتور ويكرمك، ودايما يعني نهر معلومات لينا، والله نهر معلومات فعلا ومنبع المعلومات. ربنا يبارك لك يا دكتور. اقول لك الف مبروك تاني، وربنا يكرمك، ومتابعينك يا دكتور على طول طبعا، وعلى اتصال بيك دايما. اقول لك انا لا اله الا الله. لا اله الا الله يا دكتور. لا اله الا الله يا دكتور. والصور اللي احنا بعتها لك دي حديثه، ها صوره حديثه. يلا لا اله الا الله. ويقعدوا يهددونا ويتوعدونا قبل المباراه، مباراه فوازير قرانيه آه. يعني هنسحقهم هنعملهم بعد كده من خلال مرفع الرايه البيضاء 36 مباراه هزم ولا 40. نعم نعم. فالنمله بقى هنا النمله اه والله قالت نمله ايوه ادخلوا مساكنكم لا يحط منكم سليمان. المشكله في مساكنكم ولا قالت؟ ما هي قالت هي انثى تانيس على طول. ما دام اتسكنت بص، تاء التأنيث مبنية على السكون. نعم. لغة بقى عشان نعلم المهديين تمام. قديم ألف باء تمام. نعم. وبرضه هيعملوا زي عبد الفتاح القصري يبقى مرسوم التعبان ويقول لك ثاء عين باء ألف نون حنش. أقول لهم أنت بقى الحنش ده. سمع هدن أيها السادة، ليلكم سكر زيادة. الو انا المعلم عبد الحي الحنوتي، مستعد لتخسين وتكفين ودفن الموتى باسعار متهاوده. ست انا مش شايف قدامي ايها ست، ده انا جنب منك ابقى ميرلين مورنو. الفرح والمرح والهيصه والميصه والدخله والمخله. انا بدي أبقى. انت بني ادم انت؟ والله انا سمعت اشاعه بتقول كده. مستحيل تكون بني ادم انت، دخلت تفقيده في وسط البني ادمين. والله بقى اللي تشوفها حضره المدير. الف مادة نون ضمتين ان حاناشن. ده كلام ما يفهموش الا الحدق والمدق والنبيه والمبيه. طب يعني نقدر نقول ان هو حضرته سيتزوج بعد البيعة؟ اه بنسبه كبيره. اه ده اصل مش مقبول ان اصل لو اتجوز حضرتك دلوقتي يعني. انا في حاجه بس مش عايز يعني ايه اصدم فيها بعض النساء، لكن نعم. يعني خليها لوقتها. انا عارف ان يعني كل المحبه اللي الواحد الحمد لله حازها انا واثق ان هخسرها طبعا. لا لا مش هتخسرها. ف صعب المقام، مقام صعب. نعم. وهنا الوضع غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الإمام غير، وضع الخليفة غير وضع النبي. نعم. واخر حضرتك الأمر يختلف، فالتركيبة الإلهية تحتاج التفرغ المطلق، لأن الإعداد إعداد يقتضي هذا. نعم. اخر حضرتك يقتضي هذا. نعم. طب هل هيتزوج من العرب ولا من الروم؟ الاثنين. والله بقى اللي عاجبها عاجبها، اللي مش عاجبها تبقى خلاص. انا مره بقول لبعضهن والله العظيم برم صلاحكن صلاحكن وتقواكن، يعني اللي انا اعرفه يعني اللي كانوا قدامي يعني، بس انا واثق في قرارة قلوبكم. عاملين زي بعض المشايخ كده وادعيائهم اللي هم عايزين يقولوا ربنا معلش وسع، انت احنا فاهمين الاسلام عنك ومحمد ده هو رسوله خلص، احنا بقى اللي عارفين. خبر حضرتك بقول لهم انتوا لو طايلين تقولوا ربنا لا انت مش واخد بالك، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ده ايه ده بتاع ايه وكلام من ده،
هتعملوها؟ يقولوا لا 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 مش لا لا تعالى بس اقول لها بس زوجك هيتجوز عليك. نعم. نشوف هتعمل ايه. صحيح. هي طبعا مسألة فيها يعني انا شخصيا ضد التعدد الا اذا طابت نفسي يعني زوجته وافقت. كان ليا صديق عملها ما كنتش مصدق انه هو توفق في اثنين. نعم. فتأمروا عليه في واحدة انتيم الاثنين بقى. بقت التالتة. والله انا ما كنتش يا جماعة هم اللي جوزوا له التالتة. اقنعوني لان انا زي ما كنت في الاستاذ نور الشريف لما كان بيزورني الله يرحمه فكان بيقول لي هعمل المسلسل هيكسر الدنيا. بعدها عمل الحاج متولي. فين برغم التعديلات اللي حصلت بالاكراه تمام لكن في واحده ردت على بعض النساء فبتلوم والله العظيم انا اتمنى اظفر الحاج متولي. نعم. بينما انا جميله وكل حاجه بس من سبق لي التجربه بزيجات ما يحصلوش ربع. فلو في ربع اظفره في هذا العدل والطيبه والرجوله والجدعنه والشهامه انا اتزوجه. نعم. فقضيه الامام المهدي حضرتك قضيه خصوص فرجاء يكفوا عن شفنا 95 رؤى متزوج وقصص تحس افلام. نعم. وخد زوجته في الخيمه وبعد كده ابليس راح ظاهر وراح باصص لاولاده ده ناس بعتت لي ناس بتقول كده وان لا احنا هناخد العيال دي منك والامام المهدي عجز انه يعمل حاجه والعيال اتخطفوا وبعد كده رجع مش عارف راح فين قلت افتكرت بقى سعاد الامام والحصان داس على مش عارف مين وعمته اتبططت وكانت ليله سودة وبعد كده جابهم بالعوده دفع فديه بقى اكيد يعني ايه الهبل والخبال اللي بيعملوه ده حضرتك لو عرفوا قدر الامام المهدي ما صنعوا هذا. نعم. في جزء من هذا تشويش. نعم. يعني ثق ان في اجهزه من ورا ده ولجان الكترونيه بحيث الصوره تبقى شائعه. وانا قلت لحضرتك الحرب عالميه على الامام المهدي. فهو حضرتك لا انا متيقن انه الزواج بعدين يعني. نعم. هل افريقيا نصيب؟ افريقيا يعني تقصد يتجوز مصريه يعني؟ لا افريقيه سمراء افريقيه طب ما هو هيتجوز من اوروبا بقى يعني ما كمان يعني دول يعني انت هم مش هيسيبوه ما هو يؤثر عن عمر بن الخطاب انه امر ان كل اللي يتجوز فارسيه او بلاد بقى ما وراء النهر الجمال بقى لاش لا ما فيش موافقه على الجواز غير ما تتجوز واحده عربيه عشان تطلع روحك نعم ولا محق فيعني يعني تشوف النكد الاول العربي وبعد كده ما فيش مانع بقى ولو انه في النهايه يعني هو كلهم زي ما ربنا يهديهم يعني بس هم احلى حاجه يعني لا شك انا دايما اقول هو اجمل كائن خلقه الله سبحانه وتعالى عموما بقى ايه من اجمل كائن خلقه الله سبحانه وتعالى جاي لك يعني شوف ابيات شعر وقصائد وكلام كبير قوي في ايه في حضرتك في انا أوه. لا انا بخبي قلنا المهدي ولا ده انا ما اقدرش ابقى خدام رجليه لا هو مش فاكرين امال ايه ولا شخصك ليه محمود عبد العزيز ولا حسين نواف محمود كان حبيبي يعني انا سالتهم السر قالوا لي ما نعرفش هو احنا بنبص له كده من لا يعني ممكن يكون طيبة قلوبهم بس يعني ده يعني تكرم وفضل من حضراتهم نعم. عليا والله ما برضاش ابعت لك اللي بيتكتب ابسط واللي فيه بيتسجل لك بالصوت بص اقول لك حاجه في واحد بيقول لك يعني كان خايف على ابنه من الزواج نعم فمقعده في حتت عمره ما شاف بنت عمره ما شاف واحده فغلط غلطه بس ان رايح مشوار و بقى شاب كبير يعني 22 سنة وعمره ما شاف امرأة خالص حضرتك فالمهم تعلق بيه ومضطر عشان هيشيل حاجات تقيلة فياخده فلما دخلوا بقى مدينة لقوا مسبح شاطئ عدوا على شاطئ كده ومسابح وبقى ايه الفاتنات بقى الريد المملودات بقى فالراجل قال له ايه ده يا بابا مين دول شكلهم لطيف قوي قال له دول يا ابني بص بنسميهم الوز الوبيل قال له يعني الوز الوبيل قال له دي يعني ده طائر اللي بيقرب منه بيضيع نعم قال له بابا انا شكلي حبيت الوز الوبيل ده يعني. طب واخد منه قال له يا ابني هتضيع
ازعلوا فانا هيزعل مش ده. عموما بص حضرتك، لا طبعا انا بحبهم طبعا، وانا مؤمن والله الراجل بدون المراه ولا يقدر يعمل حاجه. ودائما اقول المراه تكسب. ليه بقى؟ هي امك، هي اختك، هي زوجتك، هي خالتك، هي عمتك، هي بنت عمك، هي بنت خالك، هي بنت خالك، هتروح منها فين يعني؟ شيخ محمد بكر كان يقول لي بص يا ابني هم غلبنا غلبنا. نعم. انسى قصة. وهم يعني على فكرة حتة حقوق المرأة مش حقوق المرأة دي، قال لي كده باللفظ ده يعني ايه عفوا يعني نوع من الضغط على الراجل اكثر، لكن هم واخدين حقهم تالت يوم تالت يعني. فهي محصراك، فأين ستذهب؟ وبعدين والدتك حتى وانت طفل ما فيش رضاعة، مش هترضى، هتيجي تزعل مراتك اركن حبيبي نم نظام سعاد حسني في الصالة واحمد مظهر حضرتك. هل سيدنا الإمام محتاج يقول لأي حد ان هو الإمام؟ لا، دي نقطة. مين؟ ما هو قال التسعة. لا دي قصة تانية يعني، قال التسعة سرا. نعم. هنا مش في حضرتك روايات بتتكلم عن بيعة صغرى آه. اللي هي برضو الأدعياء والمقلدين شوية القرود دول يقعدوا يتعللوا بيها، وهو بيبقى 10,000 معاهم واللجان الإلكترونية تدخل تدعمهم نصابين. إنما طبيعي زي ما بقول لحضرتك آية سيدنا يونس، الإمام هو يبدأ بالفضل. نعم. وعلى فكرة الحجة هتبقى مبهرة، وهيبقى مع اللي أمامه مهما اوتي من علم مش هقدر اقول لا. نعم. يعني ممكن تفنن له في 60 حاجه تخليه مش لا، مش هتعرف. نعم. انك هتلاقي نفسك امام الحقيقه حضرتك. فهو هنا من باب الفضل وعدد مذكور في الروايات، ودي البيعه السريه المذكور في الروايات ده اللي هم 313 اه في البيعه السريه اه، سواء كانوا رجال او نساء. لا ما فيش نساء في المانابولتك، هيزعلوا مني. هنطرح من 313 كده عدد اه، هنطرح 50 بس يعني لهم مقام. ما انا ماشي، انا هنيجي للتفصيل، بس انا بتكلم على البيعه يعني السريه دلوقتي. بس تفكرنا في الحته دي عشان اراضيهم بس. حاضر. عشان ما يزعلوش مني يعني، هنراضيهم وهنفسر الامر يبقى ازاي. لان نعم. هنا من تلغيز سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم وتلغيز آل البيت، وبالتاكيد هو لا يحتاج احد من الانس او الجن طبعا. ما هو حضرتك السؤال ده عميق، السؤال ده ممكن اكلمك فيه 10 سنين. نعم. وقلنا له علاقه بتجلي اسم الله الغني. طيب بتجلي اسم الله القهار، ان هو اصلا مش محتاج حد، هو محمد بسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قالها: يملأ الارض عدلا وقسطا. من هذا الشخص اللي يملك هذه الاليه؟ نعم. ما هي القدره؟ شخص ممكن مثلا. فطبعا ده واتيناه من كل شيء سببا. دي على فكره افق من الافاق. نعم. ولذلك سوره الكهف هي السورة الرمزية، سورة الرموز بتاعت الإمام المهدي. نعم. يعني سورة الأسرار. حتى في في في, في الكلام المحمدي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الكلام بتاع النبوة، كلام جميل. المهدي أوسعكم كهفا. كهفا. طب روح بقى في آفاق كتيرة، إيه كهفا دي؟ طب ما معروف الكهف ده هو المأوى في بداية البشرية. وبخزن فيه الأشياء، وبخزن فيه الأسرار، وبيأوي إليه كل طالب اللجوء. نعم. وهو خزانة أسرار. نعم. خزانة أسرار. وفي نفس الآن الكهف هنا في نفس حروف الكهف، وشيل الهاء. واخد بحضرتك، لأن الحروف دي تركيبة رهيبة، كيمياء المزج بين الحروف عشان تتولد كلمة. نعم. روحك يعني الندى بتاعه، العطاء، القدرة. نعم. الهيمنة، السيطرة. كرم. روحك هيقولوا لك ده سيدنا النبي ما عملش كده. لا، كان يقدر يعمل، بس الأوامر عنده حضرته هو كده. نعم. المقام ده مقام كده، لكن لو شاء سيدنا النبي لفعل صلى. نعم. الله عليه وسلم. لكن الإمام المهدي حيشاء الله ان يفعل، لان خلاص الكره الارضيه بتلملم اوراقها. نعم. خلاص فهتصبح سطوه الامام المهدي، لا هيحتاج نت، لا هيحتاج حضرتك يعمل مواقع تواصل اجتماعي، لا هيحتاج يطلع لي على اليوتيوب، لا هيحتاج يتواصل لا محمد عيسى، لا محمد عيسى ابراهيم، لا الاستاذ سامح، لا الاستاذ رامي، لا فلان، مش محتاج. نعم.
حاجة. انما هو هيتفضل ليه؟ لان هيبقى عارف مثلا الاستاذ محمد عيسى ابراهيم دي قضيته، لكن صادق وامين ونظيف ومتواضع وما عندوش طلع من طلعات النفس وما بيدورش على مقرب في الدنيا، فبيتفضل عليه. نعم وحضرتك. والا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقى اصحابه الاوائل في دار الارقم قبل الارقم ازاي؟ نعم يعني ازاي يعني؟ ما هو اللي كان بيتفضل ويتكلم وحضرتك نفس المقام. انما مصطفين دول بقى من الصحابه المصطفين الاخيار. نعم للمجموعه اللي كانت كاتمه الاسرار. نعم. فنفس المقام حضرتك، هو تفضل من حضرتي. نعم. طيب هل هناك بيعة بالروح؟ يعني أنا ممكن مثلا دلوقتي مش من 313 ولا ليا نصيب حتى في البيعة في الحرم. هل ولا لسه هو حضرته ظهر؟ هل أنا ممكن أبيعه دلوقتي؟ والله أسئلتك جميلة يا أحمد. بص اللي يقرأ مثلا للعارف بالله عبد الكريم الجيلي أو الجيلاني أو سيدنا أبي الحسن الشاذلي أو ابن سبعين أو ابن عربي. نعم. أو أي حد من العارفين الثقل، حتى مولانا الشيخ محمد ماضب العزايم كان أسد في العلم، يعني حاجة رهيبة، هيعلم إن هم بايعوه بالروح، يعني شافوا. نعم. حضرته. وحضرتك يوم ما البعض لسن على الفريق التهامي في حكاية الخضر عليه السلام، لا وراني ازاي وزي كان. لا انا ما اقصدش البيع بالروح، كان بيرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم براء الامام المهدي. نعم. يعني اصر لي بهذا، قال لي رايته وحكالي. طب ما احنا لو اتكلمنا عن عالم الروح قلنا لحضرتك ان الروح الاعظم اصلا اعلى من سيدنا جبريل. نعم. طب سيدنا جبريل قادر ان هو دي رقيقه من رقائقه يظهر في صوره دحية الكلبي وهو في الملأ الاعلى زي ما هو. نعم حضرتك. فعالم الروح يعني إذا شاء الله وتحدثنا في بعض نوافذه، يعني نطل عليها من خلال القرآن والسنة، في ناس كتير هتغير مفاهيمها وهتدرك حتى أن المدة نعمة كبيرة جدا. نعم. لأن أنت بترجع لأصول صحيح، فينفع. لكن أن أنت مثلا ما ظهرش وبتبيعه من الآن، طب ما عندنا حديث خطير أخرحك. سيدنا الإمام علي قاله، سيدنا الحسين قاله، وسيدنا النبي قال، وكل أهل البيت قالوا، طوبى لمن ائتم بالمهدي في غيبته. نعم حضرتك. طب ازاي؟ لان هو في غيبه. نعم. سواء خدنا على مذهب اخواتنا من احباء أهل البيت تمام، او حتى مذهب السنه ان هو يغيب، تقرا في عقد الدرر له غيبه تحتار فيها العقول. نعم حضرتك. ما محتار بالطبع، ما هو حيره، وهو العارفون بالله يقول اللهم زدني فيك تحيرا، ما هو ده نوع من تذوق الجمال. نعم. ده سر من اسرار الله. طب هل برضو عشان السؤال يبقى دقيق، يعني بيعه بالغيب، يعني انا ممكن بعيد عن عالم الروح، انا مش قادر اوصل للسمو ده وادخل في عالم الروح. بالضبط. آه. يعني حضرتك عفوا، من واحنا يعني زي ما اقول لك من الطفوله كانت القضيه دي شغلانه. طب هل في كلام معين يقولوه الناس؟ لا هو بقى حضرته اللي بيملي يوم للبيع. لا انا بكلم هو. انت بتقول انا بيعتك على موالاتك من الان بنفسي وروحي ودمي ومالي وكل شيء. نعم لان هي بايع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني من بايع الامام المهدي بايع رسول الله صلى الله عليه. نعم. وسلم. ولذلك ما بنقول تجلي اسماء الله، طب ربنا قال يد الله فوق ايديهم. نعم. مجرد المصافحه حتى بالغيب. نعم. طبعا دي نوع من الموالاه، وهو ديننا الحب. نعم. يعني الاسلام هو حب. من يفعل ذلك سيدنا الامام يعلم بيه؟ هيعرف بيه. نعم تمام. مفيش كلام. لازم يبقى في عند حضرته الجنب الغيبيه. نعم حضرتك. ما احنا قلنا يثبت له خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم باستثناء. نعم. النبوه، مش هيطلع يقول انا نبي ولا. نعم. هيطلع يقول انا رسول، عشان كده نفس سيدنا النبي صلى الله عليه واله حدد المسمى خليفة الله، بقية الله، حجة الله. شوف الكلام يعني عمال ياخدك على صفات لله سبحانه وتعالى. أفق تاني. نعم. حضرتك. وده السر، هنا السر اللي هو سر الكتم المكتوم عن أغلب الخلائق. نعم. طب هو حضرته خليفة الله للثقلين. طبعا. هل له بيعة أو تواصل مع عالم الجن؟ ده لازم من الآن. إذا كان في، ما حكيت لك يعني الشيخ عبد الحميد كشك قدام كان في جن بيسمعه. نعم. وجنيات حضرتك، يعني إناث وذكور.
الشيخ محمود خطاب السبك سمعت عنه؟ نعم. حضرتك سمعت ان لا في جن تلمز على ايديه في بعض العارفين بالله؟ وكان شيخ الشيخ محمد بكر ده نعم. مره مشكله بين جن واسر زي البشر، لا انت بقى مش عاجبنا، هيعمل زي عادل امام، لا بقى والسيراميك هنجيبه من كده والجوازه دي مش عجباني. اه جوزه اتدخل، انسي التدخل في الزواج. نعم. الامام الابشيحي ما ذكر حاجات من دي. نعم. حضرتك واصلا في عهد الامام المهدي سلام الله على حضرته في نوافذ كبيره من عالم الغيب والشهاده هيتفتح. لا يعني البشر هيشوفوا الجن مش كلهم بس هي بعض في ايوه فيها معنى بقول حق في نوافذ هتفتح. نعم. طب يعني البيعه بقى في المقام وفي الحرم هيحضرها هيبقى في برضه مبايعين من الجن في البيعه دي؟ طبعا. دول من ضمن 313 اللي بره؟ لا 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 عدد تاني من الجن. نعم. هو 313 انس. نعم قبل حضرتك، انما من الجن الله اعلم العدد كام يعني. نعم. بس هو برضه هيبقى صفوه يعني في صفوه. نعم. اصدر لهم وضع خاص جدا الجن. لا الانس 313 لهم وضع خاص جدا، حتى انتقالهم حتى دخولهم الحرم. نعم. هيبقى فيه هيئه اعجازيه. طب احنا الحلقه اللي في من حلقتين قلنا ان سيدنا جبريل الامين سينقل سيدنا الامام الى الحرم. هل هو برضو نفس الشيء بالنسبه له؟ والله ما اقدرش اتكلم حتى لو علمت. نعم. حتى لو شاء الله ان اعلم ما اقدرش اتكلم، يعني شاء الله مثلا اعرف الامام المهدي سلام الله عليه خطب دلوقتي مثلا بس هيتجوز بعدين، المسافة بتقترب. يعني لو معايا العلم ما اقدرش افصح. نعم. يبقى انا انسان الامام المهدي فين؟ طبعا عندنا الف باب في القصة دي. نعم. حضرتك. طيب. هل هو حضرته هيطلب البيعة من اي احد؟ من الانس او الجن؟ هيطلب البيعة؟ لا هو هيعلن عن نفسه. نعم. هو هيعلن نفسه لأنه هيعلن البيعة لله. ولا الأمر يأتيه طوعا؟ لا ده هيبقى طوعا، ده الدنيا هتتقلب. نعم. هو إعلان البيعة لله. بمعنى؟ الراية نفسها حتى بتاعته هتبقى البيعة لله، بمعنى كأنك تبقى خدها من الآية يد الله فوق أيديه. نعم. تجلي أسماء الله، الإمام الاسم نفسه المهدي. نعم. الناس ما اتكلمتش فيه. ده اسم ولا صفة؟ الاثنين. بس مش معناه ان هو هيطلع مثلا في البطاقه ان هو اسمه المهدي او مهدي، عشان ما هيطلع لي واحد بس انا اسمي مهدي، لا. نعم. ما هو في صفات اسماء. نعم. حضرتك انما يعني الاسم نفسه ده لعلمك ابليس والعياذ بالله منه او الدجال لما بيسمعوا كلمه الامام المهدي نعم بيترعبوا، يعني عفوا بيجروا على الحمامات. نعم. انا بقولها بكل ثقه عشان كل مؤمن يفخر بحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلام. واسم محمد نفسه اسمه خيف. نعم. يعني لا لا له من سطوه الرعب والبهته لاعداء الله ما لا يتخلفه احد. نعم. انما انتم مش شايفين فبس بيلسنوا زخرف القول غرورا. نعم. حضرتك ولتصغى اليه، شوف ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليقترفوا ما هم مقترفون، اللي هو بقى انت بتسمع رمضيين فضائيين مش الهبل اللي بيقولوه ده. دي عقول مش باصه للاخره. نعم. ولو فهمت القران العظيم مش هتعيش الخرافه والتدجيل ده على الناس. نعم. فهو حضرته في غنى انه يقول انا المهدي. تمام. لانه اولا ظاهره وباطنه مع الله سبحانه وتعالى اغناه. نعم. زي ما قالها سيدنا السجاد كده، ماذا فقد من وجدك؟ ماذا فقد من وجدك؟ نعم. إذا وجدت الله خلاص، وهو حال في هذا الحال، فلا هيحتاج نت، لا هيحتاج جوابات مع حد، ولا هيحتاج تلفزيون، ولا فضائية، ولا إعلان، ولا اختراعات، ولا مش عارف، ولا في الكلام ده. يعني هو لا ليه إيميل ولا ليه ولا يوتيوب ولا انستجرام ولا كل ده كذب ودجل على الله. لا يعني هو حضرته ما بيتابعش السوشيال ميديا خالص؟ يتابع حضرتك زي أي حاجة، دي حاجة كده تعتبر هموشة في حياته. في العلم. لكن لا يستخدمها. هو حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرى العوالم اللي حواليه يعني. نعم. حتى وهو مع بعض اصحابه ما جالوش جمل جري وقعد يلعب على جنب راسه وبعد كده قعد يسال ايكم صاحبه انه يشكوك. نعم. انك تجيعه وتدئبه. نعم. حضرتك الضب اللي شاهد الرسول، الجزع اللي حن، يعني ده بس حاجه بتكشف الاشياء. الحصى. نعم. حصى مسبح، انما حب يوري لك اهو، هو سيدنا النبي صلى الله عليه واله
ما عندوش القدرة متابع كل ده؟ لا متابع. نعم. فاصل بين الاشياء ازاي؟ لان في تجلي من تجليات الله عليه. لا انا اقصده من خلال السوشيال ميديا، يعني ان هو عنده بيستخدم السوشيال ميديا لكن مش بيستخدمها لنفسه. مش بيقول ليس للترويج او الاعلان عن نفسه. حاشا لحضرته. نعم. هذا المقام المهدوي السامي اللي هو تجلي الذات الاقدس باسماء وصفات من اسم الجلال الله على حضرته، على ذات حضرته. نعم. ويجي يقول لك بتاع ده ميديا وحاجات الكترونيه ومش عارف كلام، مش مستني حد. نعم. ولذلك بيعته في الحرم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يامن العقول جعل العلامه حضرتك الخسف بالجيش اللي هيتحرك. نعم. وجيش هيبقى دولي، مش مجرد ان هو جيش السفياني، انما جيش دولي مش ميليشيا يعني. نعم. يعني السفياني جيشه مش ميليشيا. لا 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 لا, لا, لا ده هيكون عمل بلاوي قبلها. هيكون غزا اماكن وبعض الدول، هتبقى تحت هيمنته وشغل وراء الصهيونيه العالميه. نعم. لان دي اخر حاجه هيعملوها. اخر حاجه، اخر كارت. فعشان كده حضرته هيظهر في الحرم، مش اي حد يجي. يعني على راي بعض قياداتنا الامنيين يقول لك كلهم طب ما اطلعوا الحرم والرجاله هيجوا. نعم. فبدل الهبل اللي عماله بيعمله البعض يقول لك اصعد مع فلان ولمولي مش عارف ايه، واحنا ايه؟ انت بتشحت. يعني انت بتتسول للمهدوية او بيفرض نفسه؟ ولا هيفرض نفسه المهدي. الحدث حدث كوني وإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وبتجليات عظمى الكون هيخضع. والله دكتور، هو انا بحس ان هم بيبصوا للامر زي ما بيتعاملوا مع سيدنا النبي كده، انهم كرالي معدي خلاص. طب ما هو كده. هم مطلعينه راجل طيب، حاكم يعني فيه شويه صلاح، هيقف يقرا القران ويعيط. أيوة. على رايه قال لك نبقى نعيط ونعمل لنا عيطين كده. مش عايز اقول بلاوي يعني. حاكم بقى وشويه عدل ويوزع فلوس السلام ويموت بعد 7 أو 9 سنين. والله ما زي واحد يقول لك احنا مش عارفين يعني 7 ولا 9، ده سيدنا النبي نفسه ما كانش يعرف، عشان كده قال قوي. يعني انا عايز اقول الناس دي بتاكل ايه بجد؟ بتاكل ايه يا حمام؟ واخد حضرتك يعني ايه المستوى العقل ده وايه تحقيق الاحاديث دي؟ وهل قرات انت عن مهمات الامام المهدي ايه هي؟ نعم. حضرتك عشان تعرف. وايه فترات الهدن اللي هيعملها؟ لا دكتور، ده فترات الحروب. في ناس مطلعين ان سنه 2022 دي كل حاجه هتنتهي فيها يعني. لا ما فيش، هي فيها طبعا. لا انا مدرك ان فيها احداث، فيها لكن شيء كبير جدا ماشي، ولكن دايما الغيوب لله سبحانه وتعالى. لا ده هم طالعين ان سيدنا الامام فيها وسيدنا المسيح فيها ويأجوج ومأجوج فيها والدخان فيها. طب ما يعني طب ما القيامه خلصت. ايوه هم طالعين يعني القيامه بعد 2020 يعني. لا تعتبر بعد اشهر. ما يعني بعد سنه. لا هو في منهم برضه بعد المجانين كده عاملين. لا 25 يعني. في ناس بتقول 22 وفي 25. لسه بدري على الدنيا. نعم. الدنيا لسه بدري. هو حد عارف يعني الامام المهدي هيقعد لهم قد ايه ان شاء الله؟ قاعد على قلبهم ان شاء الله. لا دول بيمهدوا للخطه الدجاليه بالقيامه المصنوعه. طبعا يعني عشان بس نجيب من الاخر يعني. طبعا. كل ده عبث بالعقول. وحضرتك يعني مهام الامام المهدي ثقيله. نعم. وحضرتك وكتبنا في المفاجاه عن حتى جبت كل الاراء دي بال 27 وال 20 وال 40، هي 40 وقد تكون اكثر يعني. نعم. واعتقد انها اكثر. جالك سؤال بخصوص كلامنا عن بوتين. كيف هو يعني ضد الصهيونيه؟ وكيف هو ساعد في وجود ترامب؟ وكيف هو ضد الصهيونيه؟ ايوه سؤال حلو. سؤال حلو جدا. وبحال قال ما هو دي السياسه. السياسه حركة مصالح. يعني اللي دارس السياسه يعلم ان ما فيش حاجه اسمها الحب في السياسه. نعم. حضرتك يعني في واحد حبيب ترامب جدا جدا، جابوا له بوستات وبتاع. ايوه ترامب مين؟ ايه مين الاسم ده؟ مش غريب. معلش انا دلت الارقام. واخد حضرتك صح. نعم. هي ده تعبير حقيقي. السياسه كده، انت دوله كبيره جدا، دوله عظمى بالمصطلح السياسي، وبتواجه دوله دمرت لك بلادك اصلا. نعم. فلا بتلعب بكل الوجوه. طب هو ترامب، لكن ترامب يشيد بوتين؟ معلوم ان بوتين عمل مقلب في بعض صهاينه روسيا. بس ترامب يفيد بوتين في ايه؟ انه ده الراجل زرع لك في امريكا شقاق ما بعده شقاق. نعم. يعني انا بعتبر ترامب كان يعني هديه بوتينيه
طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما في شيء بيحصل من وراء عشان يكشف كل شيء حتى في بلادنا العربية والإسلامية. طيب في فرضية في الموضوع ده دكتور، فرضيه وحسبت لك يعني دخول بوتين روسيا، يعني امريكا ما كانتش تقدر تصد وتمنع يعني لو احنا افترضنا سوريا كتير. يعني ترامب كان موطي ما يقدرش، هو طلع بس قال كلمتين كده وهو هو انما حاضر تمام يا فندم تعظيم حضرتك. في تصور بيتقال برضو انا شايفه انه له يعني جانب من الصحه، يعني ان بوتين كدولة نقدر نقول يعني هو مش ديمقراطي. بوتين ما فيش دولة ديمقراطية في العالم. جميل. لا اقصد يعني ظاهر يعني بوتين مش ديمقراطي. ومعظم العقليات دي بيبقى هدفه دايما انه ينشط اقتصاده بخلال بيع السلاح. وده منتاليتي ماشية مع ترامب حلو قوي. فهل برضو من ضمن اهداف بوتين ان يجي واحد في امريكا بنفس الافكار دي عشان يبقى البيع سلاح نبيع بقى ومليارات وكده وفلوس مصالح؟ نعم. لكن انا بتكلم ان هو بالنسبه لبلده وطني جدا، يعني لما نشوف الخطاب بقى بتاع الاتحاد الفيدرالي وهو بيدعم الاسره مش بياخد منها ده بيعطيها على عدد الاطفال اذا زادوا، وبيامرهم بزياده النسل مش بتحديده، وبلادكم جميله وبلادكم فيها خير وخبحك وانتم حلوين وتزوجوا وتناسلوا، يعني كأنه كان بيسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناها الدولة تدي منح زيادة فلا طبعا احطه. وبعدين انا عارف معلش يعني ده شغلنا الملف الماسوني يعني بتاعي انه لا اخترق الماسونية وفضح حاجات وكان بيسربها على انه هو مش بوتين. في حاجات كتيرة جدا فضحت الماسونية هو كان من وراها. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. كيفية الاستدلال على ذات الإيمان بذات حضرة الإيمان.